بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الدقيقة الواحدة. المطلوب أن تجمع هذه الأحرف، وخلي بالك من الأحرف المشددة مفككة، هنا عليك أن تجمعها. هذه الأحرف تكون منها كلمة، وهذه الأحرف كلمة، وهذه الأحرف كلمة، أربع كلمات في خلال دقيقة واحدة. في خلال دقيقة واحدة. الآن سأشغل المؤقت، والذي سينتهي له جوائز من الغذاء الصحي أو الغذاء الغير صحي اللي هي الحلوى. بسم الله. السرعة مطلوبة في استراتيجية الدقيقة الواحدة، مطلوب السرعة. أيوة، أربع كلمات، كل مجموعة من الأحرف كون منها كلمة. بقي ثلاثة أربع دقيقة، نصف دقيقة. سلطان انتهى، بقي خمس ثواني، براء انتهى، قف هنا، انتهت الدقيقة، اطلع خلاص، اللي انتهى يقف هنا، فراج. طيب سارة، الآن عندي واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة، شوف تفكت، بقيت كاف خطأ، عندك تسرع خطأ، لا لم تكتب الحركات، تفككت تسرع رد قدم أحمد، رائع، انتظر يا أحمد، تفككت تسرع رد قدم، ممتاز، بس تشبك القاف في الدال، شبك اشبك، تفككت تسرع رد أيضا قدم، اشبك القاف في الدال، تفككت تسرع رد قدم، أحسنت يا براء. خطأ، هذه تسرع رد قدم، بس الأولى خطأ، الأولى تبدأ بالتاء، أين التاء؟ الآن من الذي ليس، قف هنا خلاص يا هتان، جئت بعد الدقيقة. الفائزون معنا، جاء متأخرا، الفائزون في استراتيجية الدقيقة الواحدة ليس، أحمد، براء، وسلطان. فراج كان عنده خطأ، لا لا زال الخطأ موجودا. عليكم بالتقدم إلى الجوائز، أشكركم والسلام عليكم.